لماذا يضع الناتو القارة السمراء نصب عينيه في هذه المرحلة؟ يعني لأنه هناك بعد أمني، البعد الأمني بالنسبة لحلف شمال الأطلسي الناتو يبدو لي بأنه هو ذو حد مهم جدا. يعني الاتحاد الأوروبي يشتغل بطريقة دبلوماسية، حلف الناتو يشتغل بطريقة أمنية بطريقة عسكرية. الحلف أمن جميع حدوده الشمالية الشرقية الغربية الجنوبية، لكن يعني تحديدا الجنوبية التي الجنوبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط مثل تونس مثل المغرب مثل ليبيا، الساحل أيضا كذلك الساحل ربما هو تشترك فيه 6 دول يصل حتى المحيط الأطلسي وبعدها يصل إلى البرازيل الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو لي بحد ذاته هذا في إشكالية كبيرة جدا لحلف الناتو. حلف يريد أن يضع قدم يعني قدم عسكرية إنجاز القول في أفريقيا، لأنه هناك روسيا، لأنه هناك الصين أيضا، ربما ستستغل يعني حقيقة الجماعات الإرهابية مثل القاعدة مثل داعش مثل غيرها، حتى هناك بعض المافيات التي تشتغل بطريقة تهريب البشر والتجار بالبشر باتجاه أوروبا. ربما هذا منفذ حقيقي سيغرق الواقع الأوروبي كما يعني استخدمته بيلاروسيا سابقا. طيب. خصوصا في عام 2021 عندما أغرقت أوروبا باللاجئين المهاجرين. هنا الخوف من حلف الناتو ويريد أن يملأ هذا الفراغ.